ممارسة، لكن لديه خبرة كبيرة جدا من حيث التعليم النظري، تعلم على أيدي عدد كبير جدا من السياسيين، بالإضافة إلى أنه بالفعل راغب في تحقيق عدد يعني مساحة كبيرة جدا من طموحات الشباب، ومعظم الشباب هم الذين اختاروه. لماذا؟ لأنه يعني مثلهم، يعني يجيد اللعب على الفيسبوك، على الشبكات التواصل الاجتماعي، شاب بالمعنى الحقيقي للكلمة. يعني الفيسبوك يعني كان ليه دور في فوز ماكرون، يعني كان يلعب مثل الشباب كلهم، بيخاطب يعني بلغة الشباب. يعني مثلا جريدة الموند قبل يومين تحدثت عن انه زمن الفيلة، جمع فيل، ويعني التماسيح الكبيرة، يعني زي دستان وشل وشراك وشراك انتهى للأبد تماما. حتى لم يعد فيها من أيصار. لوموندا قالت كده من يومين. لكنها يعني مع الشباب، مع فكرة أن هناك شاب يعني يمكن أن يتجشم أهوال دولة عظمى، ودولة عظمى مثل فرنسا ليست كما قلت ليست دولة عظمى فقط، ولكنها رمز سياسي لأوروبا، مع رمز اقتصادي لأوروبا اللي هي ألمانيا. أعتقد هي القاطرة التي تجر الاتحاد الأوروبي للأمام. وأعتقد أنه عندما تمسك ماكرون بالاتحاد الأوروبي والوحدة الأوروبية، وكان يتحدث في حملته الانتخابية عن الولايات المتحدة الأوروبية في مقابل الولايات المتحدة الأمريكية، معنى ذلك أنها شيء غير مسبوق، وهذه مسألة ألهبت مشاعر الشباب، وأكدوا أنهم يختارون ماكرون عكس مارين لوبين التي كانت تنادي بالتقاقع والانسحاب من الاتحاد الأوروبي والانسحاب من منطقة اليورو والانسحاب وطرد المسلمين والجاليات وبهدلة. أعتقد أن يعني كانت تريد التقاقع، هو يريد الانفتاح، والشباب بطبيعته يريد الانفتاح وتطلع إلى أوروبا والوحدة الأوروبية والولايات المتحدة الأوروبية. حتى في حملته الانتخابية كان يتكلم عن جواز السفر الأوروبي، الباسبور الأوروبي، يعني يطمح إلى أنه لا تكون هناك يعني جواز سفر فرنسي أو أسباني أو إيطالي، ولكن أوروبي. كل إنسان، الشباب نفسهم كانوا مولعين بهذا الأمر، وبالتالي كانت استطلاعات الرأي تؤكد أنه سيفوز بنسبة كبيرة جدا، فوق 60% من أول ما طلعت، وبعض استطلاعات الرأي أكدت أنه سيفوز بنسبة 60% وأكثر.